هسألكم عن حاجات كومن بينكم يعني، وكل واحنا واحدة تقول. فهنبدأ مثلا كل واحدة تكتب عيد ميلاد التانية. ماشي ماشي دلوقتي. اه اوكي اه اكتب حاجات كومن عندها؟ لا لا اكتبي تكتب عيد عيد ميلادها. ميلادي. عيد ميلادي اقسم بالله ما اعرف. هنجس غلط. انت كان انا 26/8. انت غلط برضو بجد. ستي قريبة. كام انت؟ 18/12/99. كل واحدة تكتب طول التانية. أنا 180. مستحيل لأن هي أطول منك. أنا 173. يعني أنا أنت صح. إحنا مش عارفين بعض أصلا. روش أنت مين؟ طيب كل واحدة تكتب الاسم الرباعي للتانية. أنت عارفاه أوي أوي. يلا خلاص. أنا كتبت ثلاثي. لينا كاميرا في سؤال، هو في محمد أحمد؟ سؤال، هو في أحمد فوزي؟ أحمد فوزي؟ قريبين قريبين، بس أنا أخدت بوينتي. مين بصوت بخ أحسن؟ كده كده. مين صوته أعلى؟ صوته أعلى؟ صوتك عالي؟ صوتي عالي قوي في الملعب. مين رغاي اكتر؟ بدون كلام. مستحيل. مين بينام اكتر؟ تعمل كل حاجة. اه والله مش همسح فعلا. طيب مين ستايل لبسه احلى؟ اه بص هقولك على حاجة، حوار الستايل لبس ده احنا اصلا دولابنا وزينا دولاب واحد. ايوه حرفيا. احنا ممكن نلبس من دولاب بعض على طول، مش محتاجين نجيب حتى نفس الحاجه، احنا جايبين نفس الحاجه. مين بيبص في المرايه اكتر؟ كل ثانيه. طيب كل واحده تكتب هوايه عند الثانيه بخلاف طبعا الفولي بول. حاجه هوايه بتمارسها، حاجه بتحبها. الغنى. صح، برافو عليك.